هذا ضبط الجريمة يلي مسجل فيه تاريخ اكتشاف جثة خالد حميدو بيكو 26 الشهر. اسمعني، يوم 24 رؤوف كان عندي، مستحيل اقدر ارجع اعيش بهذا الكذب اللي كنت عايشته كل هذا الوقت. عم تفهمي علي؟ رؤوف من يوم يومه وسخ، من قبل ما يصير معه مصاري، انا بعرفه كثير منيح. اخته الصغيره تركت البيت وهو جاني من جنانه. شو هالحكي؟ بتذكر الهمسه، بتذكر الكلمه. ما ترحم الكل راح. هون بيتي، مملكتي، ما حدا بالدنيا قادر يوصل لك. بس هلا رح ارجع راسي مرفوعه.